المستشفى الميداني العسكري تم إحداثه طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة القوات المسلحة الملكية. المستشفى تم إحداثه من أجل تقديم الخدمات الطبية للساكنة المتضررة جراء هذا الحادث الأليم اللي وقع المساء يوم 8 شتنبير. المستشفى يتكون من أطقم طبية وشبه طبية من مختلف الاختصاصات، اختصاصات طبية وكذلك اختصاصات جراحية تهم جميع المجالات، من الطب الباطني، من الطب العام، طب المستعجلات، وكذلك جراحة العظام والمفاصل، وجراحة الأحشاء، وكذلك جراحة النساء والتوليد، وجراحة الفك والوجه، وجراحة العيون. تجدر الإشارة إلى أنه المستشفى كذلك يقدم خدمات من الدعم النفسي، لأنه يتوفر على خلية من هذا النوع، خلية للدعم النفسي مكونة من طبيب وكذلك من ممرضين ومساعدين اجتماعيين في اختصاصيين في هذا المجال. منذ بداية الاشتغال صبيحة هذا اليوم بدأت تتقاطر الحالات الأولى، لحد الآن نحن تجاوزنا 400 حالة، مجموعة التي تتكون أساسا من حالات من جروح وكذلك كسور متفاوتة الخطورة على مستوى الأطراف وكذلك على مستوى الصدر وعلى مستوى الوجه، والأغلبية ديال هذه الحالات تم علاجها والتكفل بها في المستشفى من طرف الأطباء والممرضين الذين يتوفر عليهم المستشفى. تجدر الإشارة إلى أنه المستشفى يتكون من مركب جراحي، وكذلك يتكون من مختبر للتحليلات، وكذلك من الأشعة، وهناك الحالات التي يصعب علاجها والحالات الخطيرة جدا هي التي يتم إرسالها إلى لاستكمال العلاج بالمستشفى العسكري بمدينة مراكش. الأسرة عندنا تقريبا واحد 40 سرير. الغاية الأولى من إنشاء هذا المستشفى هي استقبال المرضى
ضحايا الزلزال وكذلك المرضى المتضررين نفسانيا من هذا الزلزال لفائدة الساكنة. دونك هذا هو الهدف الأساسي اللي تنشأ من أجله المستشفى.